حزب الوفد يعني عارف دلوقتي ان في نقاش داخل الحزب بشان حد يترشح او لا، بس ليه الحزب من البدايه من مثلا شهرين ثلاثه ما اعلنش ان هو هيكون له مرشح في الانتخابات الرئاسيه القادمه؟ احنا عندنا يمكن بسمي ثلاث سيناريوهات يولد من خلالهم مرشح جمهوري لبلد بحجم مصر. اول حاجه ان يكون مرشح له خاصيه، يعني يكون مولود من رحم حراك معين. يعني زي مثلا نتكلم عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولد من حركه شعبيه، ففي زخم معين ولد من خلال مثلا الزعيم جمال عبد الناصر، ولد من خلال حركه او حراك شعبي معين. ده مثال. المثال الثاني اللي احنا شفناه نسخه 2012 اللي هو ولد من خلال تيار مثلا دين اللي هي ظاهره الاستبن. فبعد كده النموذج الثالث اللي هو يكون مبني على قواعد شعبيه راسخه، يمكن النموذج الحزب الوفد بيحاول يقرب منه، بس ده محتاج منصة معينة تبقى موجود، محتاج محليات تبقى منتخبة. عندك الناس في المحليات، رجالة الحزب في المحليات، رجالة الحزب في البرلمان، ففي مكنة بتحاول تبني عليها. يمكن حتى الطرح اللي احنا بنتكلم فيه او اللي هو تم اثرته في 48 ساعة الاخرين هي محاولة تجربة تلك المنصة وقدرة هذه المنصة على افراز تنافسية، لان مفيش مرشح فوقي هيجي، مش هينفع تسقط. وتجربة 2012 افرزت كده، يعني شفنا حتى المرشحين اللي كنا نسميهم لامعة وكده في الاخر يعني جم في الصندوق لقينا مفيش حاجة، لان المرشحين اللي في الاخر وصلوا للمرحلة النهائية هو اللي بيحصل لهم التحضير من الشارع، والتحضير من الشارع كمان التحضير جوه الصندوق، انا الاصوات في الصندوق في الاخر. فلذلك المنصة الاخيرة اللي هي الاقرب لدور الاحزاب ان تبقى كل البنيان الديمقراطي مكمل. البنيان الديمقراطي لم يكتمل ولن يكتمل الا بوجود المحليات. ده هيديك بقى ايه الرفاصات اللي هتبتدي تقدر تشيل او تبني عليها مرشح. فيمكن هو ده العقبه الوحيده اللي بتخلينا نفكر، هل البنيان الديمقراطي الموجود حاليا او المؤسسات المنتخبه تسمح انها تشيل مرشح رئاسي، ولا الاعتماد هيبقى في المرحله على مرشح اللي هو ظهر من حركه وطنيه اللي هي واقعه الرئيس.